القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيثمثاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس ويس 424 من دروس التفسير، وما زال أكذ سورة الأحزاب سجد في السلسلة في 4 المذلية في 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ثقيث في ذاك كان تهضرت باللي ولا شم ذانك سان سين ولون تيس نقرا كان يتقبل فيك ينبولي نادك ينبولي نادك حيا الانسان. يعني يقول لك قلبي قال لي هك وقلبي واحد اخر قال لي هك، هو قلب واحد ولكن هي الافكار والرؤى. و الانسان يفكر يقول ندير هكذا ولا ندير هكذا، لم يحسم في المساله وري زماري تمسات ويجي شي عادي يعيشه الانسان شي عادي باش يعني مازال يبض وتيفرر اكذا الرئيس وتيفرر اكذا الرئيس. ولكن ماشي المعنى يسي ساسين ولاون الا يوني سميس ابو معمر جميل بن معمر الفهري وكي في الجاهليه يحرش مليح عرف بالذكاء الذكاء الكبير، فصار يقول الناس عنه ان هذا عنده زوج قلوب يعني فور يعني الذكاء رزق ربي سبحانه انت غادي خلقا يفكير دلاغن يفكير دلعقل يفكير دكونير دفكا النعم التي لا نحصيها عددا. من بعد ما يمكن قال ربي خلق وفرق خلق وفرق. وجود هذه الفوارق بين الناس امر طبيعي امر طبيعي، ولكن لا يمكن للانسان ان يدعي بذكائه الخارق انه له قلبان. لا، هذه بعض ربما هذا جزء من المناسبة أو بعض هذه مناسبة ذكرت في معرض تفسير هذه الآية. هناك أيضا كلام آخر للسادة المفسرين. المهم المسألة حسمها القرآن إفراس القرآن الكريم إن ما جعل الله لرجل من قلبين، خطر القلب يعقل يدرك، القلب موطن الإيمان موطن المحبة موطن الطاعة موطن التوكل. لا يمكن أن يجتمع أمران متناقضان في القلب، لا يجتمع الإيمان والكفر وريزميري ونذي المؤمن الكافر، لا لا يمكن. وريزميري ذي لي متوكل على الله يتسيل غفر ربي في نفس الوقت وريتسيلالا متواكل، وريزميرا يطيع الله في نفس الوقت يعصي. القلب قلب اي رقاني في قبيلة اندا يزورول يتبعث ظهر اندا يزورول يتبعث ظهر اكن من الله ولون النغ زوارند يضارن النغ يضارن هذا الترونسبور ماشي ذي ضارني قديسيدين ذو لون اندا يزورول يظفريث ظهر يتطفري ثوضار يذبعي ثوضار يتبعي ثوضار في قبيلة قرز. القلوب تسبق الأبدان، القلب يسبق البدن.
ولكن سبحان الله، لذلك رب سبحانه عز وجل إنات ما جعل الله لرجل، يعني شخص رجل امرأة كنفوي الله، من باب التغليب فقط، من قلبين في جوفه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، إشارة إلى ظاهرة في الجاهلية، ظاهرة الظهار. ما معنى الظهار؟ ذي الجاهلية سعن شرم طبيعات ذيريثنت سيكسنت ثاقي الظهار أرجزميك زعفك تمطوثيس أسيني أثحرمض في اللي أميما أنت علي كظهر أمي. هذا كلام يقوله الناس في الجاهلية، هذا أمر معروف، ويعتقدون الظهار يحرم الزوجة كما تحرم الأم، عادة جاهلية سيئة. وما كنت حصام الإسلام يساد الززدي أين لن يلها إفكي سفوذ، خطر إلى وين سعن جاهلية إلها سعن في الرجزة سعن أول من إهدى والذول الجاهلية تصن تمسالي سعن تصن ديك سخد من العقود سوى أول العقود لكونترا لزنجاجمو سوى أول سعن تصن صفات قلهان للجاهلية إلى الكرم ذكرميا تصن صفات سعن الهانت الجاهلية. هناك صفات جميلة جدا وجاء الإسلام فجددها وقواها، ثم أتم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الأدب المفرد البخاري رقم الحديث 273 إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ماذا نفهم؟ هناك أخلاق وهناك قيم دي فالور جميلة مليحة صحيحة في الجاهلية، الإسلام أعطى لها القوة وأعطى لها الصدقية كريديبيليتي الصدقية وأعطى لها متنها وأتمها، هذا شيء جميل. ولكن هناك صفات مش مليحة جاء الإسلام ليلغيها فألغاها أبطلها، مثل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذو كل يدفنوا بناتهم وهن على قيد الحياة. يا لطيف جاهلية. هناك عادة هذه الظهار، أنت علي كظهر أمي، لا حرام، لا يمكن للظهار أن يحرم الزوجات، لا يمكن. زيد عادة التبني لادوبسيون أيضا مذكورة في الآيات تاع اليوم، يعني لادوبسيون تبني عادة جاهلية أبطلها الإسلام، نظام جاهلي أبطله الإسلام. إذن النتيجة الإسلام جاء مجددا وجاء مبددا، يجدد ما يمكن ما يصلح تجديده تقويته تمتينه، وفي الوقت نفسه بدد ما يجب تبديده، أبطل ما يجب إبطاله لأنه مضر وله مفاسد لا نحصيها عددا. من بعد ربي سبحانه يناد، طبعا ممكن واحد يقول إذا كان واحد قال هذا الكلام، طبعا فيه تفاصيل أحكام نقرأها في سورة المجادلة مش اليوم، أحكام الظهار أحكام الظهار. ولكن بسرعة واحد اللي قال لزوجته هذا الكلام، وبعدين كيف هي ما هي كفارة الظهار، كان عندها كفارة اللي يحلف ويحنث عنده كفارة اسمها كفارة اليمين، راهي موجودة في سورة المائدة الآية 89. يقول يحنث إلى قثى كفارة، إما إطعم 10 مساكين أثني الشج نغادي السلس 10 مساكين موري سعرا غادي يزوم 3 أيام صيام 3 أيام متتابعات أو متفرقات. طيب ما هي كفارة الظهار؟
اللي قال زوجته هذا الكلام خطير، كفارته باش ربي يغفر له ويكمل حياة الزوج الحياة الزوجية، يا إما يصوم شهرين متتابعين أذ يصوم شهرين دكلا، إما عتق رقبة أذ يعتق يعني وقتا دلا وشلالا دلا العبيد وكذا، نغ صيام شهرين متتابعين، نغ إطعام 60 مسكينة. هذه هي هذا هو الكفارة، وكل شيء يغاد دون لورد، كل شيء يغاد سامكانيس، تدريب لونكادرومون توجيه الإسلام، هذا هو أعطى الناس، هذا هو الصراط المستقيم، كل شيء سقم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صافي أحكام الإسلام في جميع المجالات، هذه في مجال الأسرة والعلاقة الاجتماعية، أين دني غكا أين يعنان لي رولاسيون قلان يريم ذانن في توشول تنغ يثمتي إلى آخره. في المجال الاقتصادي للاستثمار والمال لانفستيسمون وكذا، هو ربي ثاني ما خلاش في سورة البقرة الآية 275 ربي عنده أحل الله البيع، البيع والشراء زنزاك انت بغيض، خدم الشركات خدم شو تبغيض، ولكن وحرم الربا، الربا حرام. من بعد الآية 282 أي يعني القروض فرض الظاهر ميون يبض الوقف باش هذه يخلص، والسقراط يخذ مثورة للطو دينتيري، لا لا القرض الحسن يبقى قرض حسنا، بالعكس ربي قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ميسرة قراءتان، يبض دوا قورني كي خلص نغا سقاسي نغسني إكي نزمير غارة أرنوي أرنوياس سوسع في الله سيدي سوسع ربي في الله، أنظره أجله في كاس الأجل. من بعد الآية 282 أيضا أطول آية في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يلا لدات طلافة اكتب، روح النوتير نروح خدم وثيقة الشهود إلى آخره، وقي من باب الإرشاد من باب، وهذا أمر مندوب ليس واجبا، ليس واجبا، خاطر ممكن التجار جالسين يخدم دي زوبيراسيون عشرات كواس، الكود قيمنا العشر دار نوتير خدمنا لك خدمنا لك شغل السن فكيد 100 مليون بعد يقدر 70 مليون وبعدين 40 مليون وبعدين فكيد السلعه فكيد 50 كاميون وبعدين 4 لي كونت تقيم 19 دار نوتير نوتير لا هاي غير اشاره ما عندك لا يفيد الوجوب خاطر لا دي سيركونستانس لا ظروف عندها والزمير ضاره أثر ضرضي فاف إيجماك إيجماك مقارنة أثر ضرضا 50 مليون أصير محبس نوتير هناك مانع أدبي أتستحيض إيجما شاكين إلا ربي يا كرض الله أي غرب باش تقيم دائما العلاقات موش لغي إيجماك سيني يا عجفة وليس على ذي الثقة كلام كثير والله ما كاينش هناك شرع منذ خلق الله آدم إلى أن تنتهي الحياة مثل شريعة ربي سبحانه، كل شيء مفصل في سورة الجاثية الآية 18 ربي ناد ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أدنو على المثل الآية 282 من سورة البقرة ربي يهضر في توثيق الديون، يهضر في الإشهاد، يهضر في الرهينة الرهن، يهضر بزاف أمور هي وردت في آية واحدة وهي أطول آية في القرآن في سورة البقرة الآية 282 تحتل صفحة كاملة وهي الصفحة اليسرى من المصحف الشريف. إذن الظهار كملناه، كمل نروحوا لادوبسيون، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. في الجاهلية كانوا يتبناوا يدور لادوبسيون، ما معنى لادوبسيون؟ التبني يجي واحد يجيب كاش طفل ولا طفلة، عادة الأطفال ومركزوا على الأطفال على الذكور،
من بعد باش يقوي القبيلة نتاعو ويقوي الأسرة نتاعو يقول له أنت ابني كش ذمي ذي مسمى لادوبسيون تبني يعني اعتبره ابنا كش ذمي طيب إمي سينك كش ذمي إذ غس ولن بليش ذميس الفلاني ونسى ماشي ذميس هذا داعي متبنى والذي تبناه يسمى متبني والطفل اسمه تبنى لادوبسيون نظام تبني نظام معروف في الجاهلي أكي تعشم الحديث طويلة من القواعد المهم الإسلام حرم التبني أبطله على لعدة أسباب أولا التبني مخالف للحقيقة يقول ما سينكش ذمي صافي ماشي تيزت ماشي ذميس الاحترام والتقدير يجوز في الحاجة القدر أسيني أمي أي اللي أتوضو المقنصضة بذا أعمي عادي يشتكي يجوز يجوز 100% باب التقدير والاحترام ولكن لو ستاتونس انتر بونتي جوريديك ولا قرا في الدم ماشي المعنى هذه يوالد الصح لا خاطر ما فين الدمي معناتها ستسمعون الان صافي المفسدة الأولى أن التبني مخالف الحقيقة ماشي تيدت في السناث التبني يؤدي إلى اختلاط الأنساب أدخل ظن الأنساب فلو كنت سالة في الياسيا قال فلاني فذاس يماس جدس جيداس كل شيء واضح إما إلا دخل ذاك أن يغالوا لش من زرع ونزرع في تندث الله أم بعد المفسدة في ثلاثة ذا شوت أنو وذين تلي بروبلم المشاكل أزكى قشيشاكي مرايي مغور هذه 39 سنة وذي ضرب اللي انت ما تشي ذنيك أشي خدم المشاكل فيهم قرانين وديجا صرات صار العجب ديجا وقال يخدم من كفالة ركو ليغال وقال يخدم من كفالة وخبرنا له غير شاكي قال من قريث للشوك علاش ما خبرتونيش حتى وصلت 40 سنة باش تقولوا لي انت ماشي وليدنا ممكن يلعب البالون مع اصحابه في الاستاد كاش ما يختلفوا ها في البيلانتي ولا في كاش حاجه في الكفر ولا يقول ديجا انت ديجا انت كواغطك ماشي صحاح خير ان شاء الله انت هذاك ماشي باباك ماشي بابا ويروح للدار يدير لهم مشاكل وربيع المشي اللي قلتو صرا هذا الكلام صرا هذا اللي قول صاروا في البالون جاب الحقيقه من الاستاد وصل الدار قال لهم والله غير تقولوا لي الحقيقه والى اليوم ندير العجب وبدا يديره لا فيولونس ها قالوا له معليش ما انت ماشي وليدنا انت جبناك وربيناك علاش ما تقولوا ليش علاه لازم الانسان يعرف الحقيقه ويعيش معاها عادي من الكذب ذي ريف الكذب اني غوم 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 البسيكولوج يقولوا كاين لاج وين تخبروا ماشي كي كان عنده 2 زون ولا 3 زون كباري وصل 5 سنين 6 سنين في هذيك المرحله على كل حاسيكا باركا تخبروا تقول باللي جبناك ربيناك نحبوك ونعزوك ونقريوك وكذا وبعدين يولي يحب هو يعرف لو ستاتيو نتاعو يعرف المركز نتاعو في نفس الوقت يحبكم يقدركم عادي ويعرف الحقيقة وربي يحفظه وعندك أجر عند ربي وما شاء الله هكذا طيب الموضوع يحتاج بزاف تفاصيل ولكن أكتفي بهذه الإشارات كاين مفسدة أخرى هو الميراث غدوة كي يموت هذا الإنسان المتبني يأتي المتبنى فيرثه إيه يعني الورثة الشرعيين ما يديوش خوتك مثلا وعمومك ولكن الطفل اللي جبته اللي جبته هو اللي يدي كلش بقواعد الميراث لأن الابن ولو بين قوسين ماشي ابن حقيقي البنوة تحجب سائر الجهات الأخوة والعمومة معناتها قد يتخذ التبني وسيلة كيدية لحرمان الورثة الشرعيين من الميراث كان يديرها اكسباري
باش يقول خاوته والله ما تدي والو، كان لا سيربريز. واش لا سيربريز؟ يجيب الطفل يديرو في ليفري دفامي، يدير له كلش وكذا وكذا، غدوه كيموت الابن هو اللي يدي كلش، انتم الخوا زيرو صفر. واش من السبب؟ خاطر عنده طفل. تتقول مي ماشي وليده، مي كفل كاغط وليده. موضوع طويل 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 طويل، ولكن المهم الاسلام حرمه فرع. ولكن الاسلام كي حرم لادوبسيون ما خلناش هكذا، خاطر ممكن واحد يقول لا لا كاين الحنان، كي تجيب طفل تحن عليه وتحبه وتقريه، مسكين ما عندوش ماليه. ايه من بعد درك نعطيك الحل، الكفاله. هو الشريعه غلقت باب الحرام وفتحت باب الحلال. روح برك بالعقل، برك كي تفغر العقل، اخدم اود كفاله، خدم ريكو ليغال الكفاله، تجوز 100% وعندك حسنات ويساعدك. والنبي عليه الصلاه والسلام قال انا وكافي اليتيم في الجنه كهاتين، وفي روايه كهاتين في الجنه، معنى انت تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم تروح في الجنه، راك تروح الجنه. علاه؟ لخاطر تكفلت، جبت طفل ولا طفله وربيتهم، تربى دقروز اقشيش نغ تقشيش نغسين سال الله جاري صفرحي قد النبي صلى الله عليه وسلم. اما السادي ولكن ما تيلميه كفاله، تقرز كلش. لذلك القوانين المختلفة خاصة الصادرة من الشريعة الإسلامية تمنع التبني وتبيح الكفالة، منها في الجزائر لا لوا 4411، القانون 4811، المعدل والمتمم بالأمر 0502 الصادر بتاريخ 27 فيفري 2005، في المادة 116 حتى المادة 125. لا لوا 4411 من الارتيكل 116 حتى 125 كاين احكام الكفاله تجوز. اعطي قريه، اعطي له دوناسيون يجوز، اكتب له دار فيلا باطمه سياره نورمال، حبيت تدير له تيستامون وصيه نورمال في حدود الثلث. يعني كوتي مورال كوتي ماتيريال كل شيء كاين في الشريعه والقانون الجزائري. ارجو. اما التبني لادوبسيون حرام حتى في القانون ممنوع، الارتيكل 46 الماده 46 تنص بالحرف الواحد على ما يلي: يمنع التبني شرعا وقانونا. الارتيكل صغيره، يمنع التبني شرعا وقانونا، هذا في الجزائر. ولكن ارجو في موضوع تغيير اللقب، عندنا واحد الذكري واحد المرسوم رقم 71157 خاص بتغيير اللقب. اي انسان عنده حق يغير اللقب نتاعو، مي كان دي بروسيدور يون في عجيفار نون فامي ينسي ساعه لحقات يبدل، مثل اون في دو روت ا سويفر، هناك يعني طريقه منهجيه قانونيه لاتباعها. هذا في القانون في المرسوم سبعة، مرسوم 71 شلطه 157، شفوا عليه. هذا مرسوم مليح بزاف، ولكن صدر واحد المرسوم في 92 الرقم نتاعو 92 24، هذا حبس، هذا لازم نفوتوه في الغربال. المرسوم التنفيذي رقم 92 شلطة 24 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 71 شلطة 157 المتضمن لتغيير اللقب، هذا المرسوم الجديد يحتاج إلى أن نفوتوا في سكانير في الغربال، عندنا فيه دي رومارك كثيرة، الوقت ما يسمح لناش، وإلى نخليه التفسير نروحوا للقانون فقط، هذه إشارات فقط. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ماشي ذرون، ذلكم قولكم بأفواهكم ذوال يفغل سقيمي. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، ماشي يندينا يميتيدت. من بعد والله يقول الحق، ربي دي قار الحق غي توليه غير الحق، ينادي الحق، وهو يهدي السبيل. يعني ربي ملايا غي فرذان، يسكنا غي فرذان، ذيم كل شيء أثنت السلام
فين يعني كان في مسلاقي إن سقرذش الساقي ودعوهم لآبائهم فرما يونس باباس يتوسني مس سولة سير باباس نبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا تبنى زيد بن حارثة ربي في كالتيوري براتيك سبحان الله كي جفغى ربي ربي كيف غانك أسمي دنزل أياقين بعد يغال كان يلقب يدعى بزيد بن محمد أبري غالي إسناس دين تورد يصد القرآن أكسي ولا غير فافاك فافاس اسمي حارثة زيد بن حارثة لأنه التبني ممكن يكون على طفل معلوم النسب قد يكون على طفل مجهول النسب المهم سمحتي ما نقدرش نطول أكثر من هذا ودعوهم لآبائهم هو الأصل كل يوم الله في الياسيون النسب إلى قد يصفى هو أقسط عند الله بين قوسين انتر بارونتيز تفكرت حاجة مهمة كونفونسيون 1989 الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1990 والتي صادقت عليها الجزائر دستوريا طبقا للمادة في سنة 1992 طبقا للمادة 154 من الدستور الجزائري باش نقول هذا الكلام كامل لا كونفونسيون هذه اشارت الى الكفاله الكفاله في الارتيكل 20 باراغراف 3 باش نقولوا بلي هناك اعتراف دولي معنا اصحاب العقول الكبيره اعترفوا بلي يا ولدي الشريعه هذه مليحه بزاف هما ماشي مسلمين ايه لوني وين يعرفوا كاع هذا مي هو سمعتوا الان ها الاتفاقيه كونفونسيون 89 الماده 20 فقره الثالثه واش قالت هذه المادة؟ الكفالة طبقا للقانون الإسلامي هذا نعتبره اعتراف دولي بأن الشريعة صالحة للإنسان في هذه الحياة والعقلاء يعترفون ماذا الباقي؟ الله يهديهم ويهدينا يلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله هي أقسط عند الله هذا هو العدل سيقول كل يوم يسعى النسبين الصفان طهارة الأنساب فإن لم تعلموا آباءهم ما تعرفوهمش عندهم باباهم باباهم والرامع مش معروفين عادي فإخوانكم في الدين الحمد لله عندنا الرحم الكبرى التي تجمعنا الأخوة في الدين طبقا للآية 10 من سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة ثقمات سيوذ من ربي ثلاثة ثقمات إذا من ثلاثة ثقمات سيوذ من ربي يعني في الله الأخوة في الله فإخوانكم في الدين في الإسلام ومواليكم يعني أبناء عام نغنمول شوف سبحان الله يون ما إلا غيسعى متبنى بعدين حرره أذيغ المولاه يسعو القراد سبيسيال سبحان الله لستاتونس سوسيال جوريديك فور يعني مركز اجتماعي قانوني قوي ويسيف كان كل خير الشرع ها ذي القرآن ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ممكن واحد يغلط بعد ما مثلا زيد بن حارثة خلاص انتهى الفصيلة في الأمر وكذا نزلت الآيات ممكن واحد يقول يا زيد بن محمد خطأ عادي ربي لا يحاسبون عن الخطأ هذا شو قواران ولكن ما تعمدت قلوبكم ميلا يونس خسر يرني عنذ خطر قرني في قبيلث ربي يعفو يغفر يويني الشظن يوخر ما ذغلو غلط عادي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هو القرآن يقول هك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم يعني يا ربي ما يحاسبش شكون اما من كان ناسيا او مخطئا خاط يعني او اكره وفي الحديث يقول رفع عن امتي الخطا رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه الغلاظ ولاش فلاس ذنوب نغثثوث نغ ذاين عدني غيري بالسيف اي نظران فلك بالسيف وين يرفع عنك الإثم بعد واش قال ربي سبحانه
وكان الله غفور رحيما. يعني انا كل قدران عفى الله عما سلف، ربي غفور رحيم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. نعم، هذه النبي اولى، هو اولى باش يعطي الاوامر ويعطي النواهي، هو اولى من الغير، هو اولى. ولكن بعد واش قال ربي سبحانه؟ سبحان الله، قال وأزواجه أمهاتهم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا، احنا نقول أمنا خديجة رضي الله عنها، أمنا عائشة رضي الله عنها، أمنا حفصة رضي الله عنها، أمهات المؤمنين. هذا شرف، شرف كبير. إذن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن مقام سامق، وهنا طبعا من آل البيت سعنت أمكان سن تعالي رضي الله عنهن أجمعين. إفكار دي إشارة مادام راه يتكلم القرآن على شؤون الأسرة توشد. وكاين أحكام أخرى نشرحها في الدروس القادمة إن شاء الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. مسألة أيضا مهمة جدا، ما هي؟ الميراث، الإريتاج. للجاهلية من بعد الإسلام، للجاهلية خذ ما كنت تبغي، أعطي الميراث لمن حبيت. قبل ما تموت قول فلان أن سيزيام سدس، فلان ثلث أنتير، فلان ولاش، عندك بلان بوفوار. جاهليه، كي جا الاسلام قال كذا. الميراث يتوزع بالقواعد، كان ديال الراجل قواعد الميراث شرحناها قبل سنوات كي فسرنا سوره النساء بدءا من الايه السابعه. الايه السابعه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيب المفروضه، الى ان يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك دوتير وان كانت واحده فلها النصف اندومي. وهذه شرحناها، قلنا لا يمكن ان تفهم هذه الايه الا عن طريق الرياضيات، عن طريق المعادلات ذات المجهول واحد. يعني مستحيل واحد يفهم الآية بلا ما يقرأ الرياضيات. هذا الكلام شوية ثقيلة، إيه نعود، مستحيل. أكديني أن دومي بلس إكس إيغال دو تير. أصحاب ماتيماتيك فريتوها ولا مازال؟ أعطيوني برك الجواب. أن دومي، ربي ذكر النصف، ذكر النصف في الآية وذكر الثلثين دوتير، ولكن الباقي خلاه مجهول. هذه تسمى في الرياضيات المعادلات ذات المجهول الواحد، وراهم لي زيليف نتاع الباك خاصة. لي زيليف نتاع الباك ماشي لي بروفيسور. إلا ما كانش لي زيليف لي بروفيسور، يلا شحال؟ قولوا بالصوت باش يسمعوا الناس. شحال؟ صحيح، بارك الله عندك 10/10. هاو ديت دي سور دي سال مباشر، سي ان سيزيام، سي ان سيزيام. هذه كي تخرجوا بعد صلاه الجمعه ديروا هذه المعادله، خدمتات النصف زائد اكس سين مجهول يساوي 2/3 دوتير. هذه هي الايه. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، معنى دوتير، وإن كانت واحدة فلها النصف أن دومي. أن سيزيام لم يذكر، ولكن بالمعادلات نفهم باش القرآن نعرفوا بلي كان فيه خير كبير كبير كبير. إذا القرآن فرا كلش. بالمناسبة ما كانش قانون في الدنيا اللي أعطى سجم المواريث كما الشريعة الإسلامية، ما كانش، لا عند الرومان ولا عند الإغريق وين كان أرسطو سقراط أفلاطون، والو هذا الأمر، والو لا شيء، لا عند الفينيقيين ولا عند الجميع إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. لذلك الآن راه هذه يدخل لوجيسيال وكذا، حاجة كبيرة بزاف. وعلم الفرائض في الشريعة الإسلامية قادر على حل جميع المسائل مع كل الاحتمالات الممكنة في الدنيا،
ياك لي بروبابيليتي دو موند زعما انت اصلا تفرض الايه تاعك مسلم ياك هذا هو الصين الشعبيه هما اللي عندهم الغشي بزاف يموت واش يموتوا الفرائض سهله بالقران اذا حبوا يطبقوا القران سهله كاع لي بروبابيليتي دو موند كامل راهي موجوده في هذه الايات القليلات الايه 7 الايه 12 الايه 13 الايه 176 يعني كاين ايات في القران الكريم ولكن كان الميراث ينتقل عن طريق المؤاخات المهاجرين والانصار ايه سوره الحشر الآية 9 والآية 8 والآية 9 ربي يهضر عليهم وكاين المؤاخاة ينتقل الميراث ثقمت في الله الأخوة في الله القرآن قال لك لا لا ما الميراث ما يروحش عن طريق الأخوة بالله في الله عن طريق الهجرة بعد الهجرة عن طريق التبني والو يبقى الميراث يروح عن طريق القرابة الدموية وعن طريق الزوجية بمعنى ارجاز هذه ورطمطوثي ورطمطوثي ورث ارجاز سيكلرينات الزوجيه وعن طريق القرابه القرابه يعني قريب يذمن الجهات اربعه جهات البنوه جهات الاخوه جهات الابوه والبنوه والاخوه والعمومه وبعدين كاين قواعد الترجيح كاين بزاف وكانت روا كاتيجوري من الورثه كاين اصحاب الفروض اللي ذكرهم ربي في القران وكذلك كد عليهم النبي عليه الصلاه والسلام في السنه هذه برومير كاتيجوري الصنف ما زوالو الصنف يسمي العصابات والعصابات ذات تروا الا العصابه بالنفس العصابه بالغير العصابه مع الغير وبعدين ذو الارحام ذو الارحام كل هذا موجود مفصل في القران الكريم الا ان تفعلوا إذن الميراث ينتقل عن طريق القرابة الدموية إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة يعني عن طريق الوصية وصية تيستامون يجوز عن طريق دوناسيون هبة يجوز عادي أتفكر لغير الورثة كان طبعا الهبة تجوز حتى للورثة ولكن مع العدل آخر آية آخر مقطع كان ذلك في الكتاب مسطورا كل هذه الأحكام راهي مكتوبة مسطرة تخليدا في اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.